أرطغرل سيصدر حكمه على قبيلتي وابني غدا أمام سادة القبيلة جميعهم، والآن سننتظر لنرى ما هو حكمه. من يظن نفسه ليحكم علينا أمام السادة أبي؟ وهل سنقف هكذا وننتظر بعد الوقاحة التي فعلها؟ لن نذهب إليه وليفعل ما يشاء. لا تتدخل بأمور لا يستوعبها عقلك يا سنجار. رغبتي في التخلص منه هي أكبر من رغبتك، لكن لكل شيء وقته المناسب. سمعتنا قد باتت سيئة أمام الجميع. لقد قتل محاربين أمام أعيننا. لم أعد أحتمل تصرفاته هذه. سانجار، لا تقم بعمل جنوني، فالمسألة حساسة. الوقت هو وقت التحرك بعقل. أرطغرل قال بأنه سيحكم عليك وعلى قبيلتنا في اجتماع السادة غدا، فاضبط نفسك. إن هذا التخاذل لا يليق بنا أبي، لن نخضع لهذا التهديد أبدا. والدك سوف ينصب سيدا في اجتماع القبيلة صباحا، أي أنه الآن سوف يحضر الاجتماع ويتحدث معه كسيد لقبيلة تشافدار، وعند ذلك حكمه سوف يتغير. سانجار، لو أنه كان عندك نصف عقل زوجتي، هل كنت تظن أننا سنقبل بما يفعله أرطغرل معنا؟ دعه يتفاخر بحكمه البالي علينا اليوم، وعندما يحين الوقت أنا سوف أعلمه كيف تصدر الأحكام. أتسمح لي سيد بهادير؟ تعال إلي يا كيرجا. السيدة أسليهان تريدك مع السادة في خيمتها سيد بهادير. ما الذي تسعى خلفه تلك المرأة الوقحة؟ لنذهب إليها ونرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اجلس سيد بهادير. لقد كنت أستشير السادة في مسألة وأردت أن تشاركنا أيضا. خيراً سيدة أسليهان، ما هذا الاجتماع المفاجئ من دون علمي؟ لدي ما سأقوله لك بخصوص اجتماع الغد. اجتماع اختيار السيد سيؤجل بأمر السيد أرطغرل إلى الوقت المناسب. وعندما تأتي قبيلتك ستتحد مع قبيلة تشافدار وسيختارون السيد المناسب لهما حينها. إن ما قلته من كلام ليس لديك القوة لتنفيذه سيدة أسليهان. أصبحت ذيلاً للسيد أرطغرل ووضعت تشافدار تحت أقدامه. لن أسمح لك بهذا بعد الآن. في الصباح سيعقد اجتماع اختيار السيد. أظهرتم بأنكم جبناء. ما هذا سيد بهادير؟ هل ستتمرد علي أنا أيضا؟
أم أنك ستطعنني بخنجرك؟ سمعت أنك تدافع عن ابنك ومحاربيه الذين تمردوا ورفعوا السيوف على أمير القبائل. بسبب غضبك أزهقت روح اثنين من محاربيك، ولا زلت تقف أمامي وتظن أنني سأسلمك أمر قبيلتي. أنت تخدع نفسك بهذا. لندع السيد أرطغرل يتخذ الحكم، وبعد ذلك سوف نقرر معا ما الذي سنفعله معك. أنا والسادة أيضا قد اتخذنا قرارنا، فلما يتدخل السيد أرطغرل بنا؟ السيد أرطغرل ليس أمير القبائل فقط. من حمى شرف قبيلتنا هو أرطغرل، ومحاربوه قد استشهدوا لأجل هذا. أرجو ألا تجعلنا مجبرين على الاختيار بينك وبينه سيدي، فأنت ستخسر. إنما يقوله السيد أرطغرل هو ما سيحدث، ومن لا يعجبه قراري ليخرج من الخيمة. الاجتماع سوف يعقد يوم الغد، أما قبيلتي ستستقر في هذه الأرض، ومن سيكون سيد شافدار هو أنا. اتحادك مع أرطغرل لن يفيد في أخذ قبيلتي مني، والآن السادة الذين يثقون بي سوف يخرجون معي، وسأكون حزيناً على من سيبقون.